حديث الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع الصحف التركية، حيث كتبت وكالة أنباء جيهان في خبر لها: الحكم على الضالعين بتسليم العقيد السوري حسين هرموش بالسجن 20 سنة. أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن لفترات مختلفة، يصل بعضها إلى السجن لمدة 20 سنة على عناصر الاستخبارات التركية الضالعين بتسليم العقيد السوري حسين هرموش إلى النظام السوري في شهر أغسطس من عام 2011. وأفادت الأنباء بأن محكمة أضنة أنهت تحقيقاتها مع 7 من عناصر الاستخبارات التركية من المشتبه بضلوعهم بتسليم العقيد هرموش مؤسس الجيش السوري الحر إلى النظام السوري بعد لجوئه إلى تركيا، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 3 منهم، فحكمت على أحدهم بالسجن لمدة 20 سنة، وعلى الآخرين بمدد تتراوح ما بين 16 سنة و8 سنين. وكان العقيد حسين هرموش قد انشق عن الجيش السوري في بداية الأزمة السورية عام 2011، ولجأ إلى تركيا وأسس الجيش السوري الحر، لكنه اختفى عقب ذلك في ظروف غامضة في يوم 29 من شهر أغسطس من عام 2011، وذلك بعد أن تم اصطحابه على سيارة تابعة للاستخبارات التركية حسب ما أوردت زوجته، حيث اقتيد إلى بلدة ألطين أوزو، ومن ثم تم اختطافه وإعادته إلى سوريا وتسليمه للنظام هناك. موقع هابرلر الإلكتروني التركي كتب أيضا حول موقف طهران من جنيف 2: طهران ترفض شروطا أمريكية للمشاركة في مؤتمر جنيف حول سوريا. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران رفضت وضع أي شروط لمشاركتها في مؤتمر سلام خاص بسوريا تأخر عقده كثيرا، وهو ما يعني رفضها لاقتراح أمريكي بأن تؤيد إيران الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية في دمشق. نقلت قناة بريس تي في التلفزيونية الإيرانية الرسمية عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قولها: إذا كانت مشاركتنا في مصلحة تحقيق حل فلن يكون مقبولا وضع شروط لدعوة الجمهورية الإسلامية، ولن نقبل بشروط، في إشارة منها للشروط التي وضعتها واشنطن للقبول بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 حول سوريا. وأضافت أفخم: إن استبعاد إيران من المحادثات سيحرم المفاوضات من دور طهران البناء على حد وصفها. وكالة أنباء الأناضول نقلت عن المفتشين الدوليين في سوريا ما يلي: خبراء الكيمياء يطالبون بوقف إطلاق النار في بعض المناطق السورية. طالب المسؤولون الدوليون المعنيون بعملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وقف إطلاق النار في المناطق التي يريدون التفتيش فيها حتى يتحقق لهم مناخ آمن يمكنهم من القيام بعملهم. وأوضح أحمد أوزمجو المدير العام للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن اتفاق جميع الأطراف في سوريا على وقف إطلاق النار بشكل مؤقت
سيسهم بشكل كبير في تسهيل عمل المراقبين الدوليين المعنيين بتدمير الكيمياء السوري. وذكر مالك إلهي مستشار المدير العام للوكالة الدولية أن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في سوريا في بعض المناطق أمر مهم للغاية، لافتا إلى أن كثيرا من الأماكن والمواقع التي سيذهب إليها الخبراء تقع تحت سيطرة النظام السوري، لكنه استدرك قائلا: لكن من حق فريق الخبراء الوصول إلى كافة المواقع التي يريدون الذهاب إليها. أعزائي المشاهدين، وكالة جيهان للأنباء أوردت أيضا خبرا عن وضع معبر باب الهوى قائلة: تكدس الشاحنات أمام معبر جيلفا جوزو باب الهوى القريب من الحدود السورية. قالت الوكالة: أصيبت حركة المرور في معبر جيلفا جوزو باب الهوى التركي الحدودي القريب من ولاية هطاي جنوب تركيا بالشلل بعد تكدس الشاحنات أمامه على مسافة 10 كيلومترات تقريبا. وأفادت الأنباء بأن إغلاق باقي المعابر البرية الحدودية التركية مع سوريا بسبب الاشتباكات الحاصلة في الجهة المقابلة لها على الطرف السوري أدى إلى توجه جميع المسافرين نحو سوريا إلى معبر جيلفا جوزو باب الهوى القريب من ولاية هطاي، وذلك باعتباره المعبر الوحيد الذي لا يزال يعمل حتى الآن، إلا أن طاقته الاستيعابية لم تستطع تحمل كل أعداد المسافرين والقادمين فضلا عن مئات الشاحنات المغادرة إلى سوريا، مما تسبب بتكدس الشاحنات في صفوف الانتظار لساعات طويلة ولمسافات تصل إلى 10 كيلومترات تقريبا. وأشار أحد سائقي الحافلات في طابور الانتظار إلى أن معظم الشاحنات تحمل موادا إغاثية للشعب السوري لكنها لا تستطيع العبور بسبب الازدحام الشديد، منوها إلى أن هناك بعض الحمولات قد تفسد بسبب عوامل جوية وبسبب الانتظار، مطالبا باتخاذ الإجراءات السريعة لمرور الشاحنات من أجل إيصال المساعدات إلى السوريين في الداخل. صحيفة الشرق الأوسط نقلت مقالا تحت عنوان: الجيش الحر يسيطر على الحدود من درعا إلى الجولان. قالت فيه: حقق الجيش السوري الحر تقدما ميدانيا مهما في جنوب البلاد، وذلك بعد أن تمكن من السيطرة بالكامل على مركز لحرس الحدود الهجانة مع الأردن، وذلك بعد حصار دام شهرين واشتباكات عنيفة مع جيش النظام استمرت شهرا. وبث الجيش الحر صورا من داخل الكتيبة الحدودية تظهر سيطرة أفراده على دبابتين وخزان وقود وعدد من الآليات العسكرية التي تركها عناصر جيش النظام وراءهم. وقال قائد عمليات الجيش الحر في قطاع الجنوب المقدم ياسر العبود: إن السيطرة على كتيبة الهجانة يعد استكمالا لعملية تحرير معبر درعا الرمثة الحدودي، أحد المعبرين الحدوديين الرسميين بين الأردن وسوريا، والذي سيطر عليه الجيش الحر الشهر الماضي. وبذلك بات الشريط الحدودي الممتد من درعا البلد حتى الحدود مع هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل خارجا عن أي سيطرة للقوات النظامية. أعزائي المشاهدين، ختام جولتنا اليوم مع صحيفة يين شفق التركية، والتي نشرت مقالا للكاتب التركي إبراهيم قرقل. قال فيه الكاتب:
ما حك جلد المنطقة مثل ظفرها. حيث دعا الكاتب التركي في هذا المقال إبراهيم قرقل إلى أخذ العبر من الأحداث الجارية في الجغرافيا والتي تشكل تركيا أحد تضاريسها، والكف عن الأنين وانتظار المدد من الولايات المتحدة وأوروبا والهيئات الدولية، لأنه لم يعد بإمكانها ادعاء الريادة في قيم الحرية والديمقراطية، وذلك بعدما ضربت بها عرض الحائط في عدد من دول المنطقة وعلى رأسها مصر. ولفت الكاتب إلى أنه حان الوقت للإقرار ببروز دول أخرى ستتولى الدور الريادي وتغير وجه القرن الحادي والعشرين، معتبرا أن القوى الغربية لم ترد الخير يوما لشعوب هذه المنطقة، وهي مستعدة لنسف أي قيمة مقابل مصالح ضيقة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع الديمقراطية التي حاولت تطبيقها في المنطقة خلال سنوات قد منيت بالفشل، كونها مبنية على استراتيجيات تتمحور حول الأمن وتشكلت بما يواكب مصالحها. ودعا الكاتب إلى الاعتماد على الذات في أي تغيير منشود. وأوضح الكاتب أيضا بأن دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص ألمانيا وفرنسا لم يعد لديها ما تدافع به عن موقفها من الانقلاب في مصر بعد دعمها المبطن للقتل الجماعي التي تقوم به الطغمة التي استولت على الحكم، إضافة إلى الاتفاقيات السرية من تحت الطاولة. إلا أن شعوب، يقول الكاتب، آثرت الصمود على موقفها الرافض لهيمنة العسكر برغم المليارات التي أغدقتها الملكيات العربية والدعم الإسرائيلي بتعليمات أمريكية. ورأى الكاتب قرقل أن تركيا أحسنت قراءة المشهد على الساحة الشرق أوسطية، وأيقنت أنه لا بد من التحرك لتحصين ديمقراطيتها في الوقت الذي يعمل فيه من يدعون حماية الديمقراطية على تقويض ضعائمها في الدول التي تعرفت عليها مؤخرا، وذلك تحت ذريعة الخوف من الإسلام والإخوان المسلمين. وتوجت العديد من الخطوات الإصلاحية بحزمة من الإصلاحات الديمقراطية أعلنتها نهاية الشهر الماضي، مما ستزيد مساحة الحريات وتجعل تركيا أكثر شجاعة للتعامل مع مشاكلها والسعي للتغلب عليها. كما عبر الكاتب عن اعتقاده بأن دخول بعض قرارات هذه الحزمة وعلى رأسها رفع حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية قد طوت صفحة بغيضة من التمييز بين الناس وتشكيل الدولة على أساس كراهية الآخر وإملاء مخاوف البعض على الآخرين، مستغربا تعالي بعض الأصوات المتناغمة مع الأجواء الإنقلابية في الجوار في تركيا في الوقت الذي تنحو فيه تركيا نحو الحالة الطبيعية للدولة الديمقراطية. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة، إلى جولة أخرى. ها أنا أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.